إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله أخويا. لا إله إلا الله. انت قدامي وانا قدامك، عمري ما فكرت ان الموت هيعدي عليك قبل ما يعدي عليا، عشان كده ما كنتش شايله هم، عمري ما فكرت ان انت هتفارقني. أنا كنت عارفة وحاسة إن أنا اللي هفرقك الأول، وإنت السند، وإنت الظهر، ظهر القصر. خلاص خلاص يا أبو زينب، خلاص يا مجاهد، خلاص يا بوريتال، خلاص كرهت الدنيا، حبيت وحبيت الموت. الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك.
عارف يا عبد الله، عمري ما قلت لك انا بحبك، عشان في البلد عندنا بيقولوا عيب، عيب الست تقول لجوزها انا بحبك. المهم تعمل كل حاجة تريحه وترضيه وترضيه، وأنا كان عندي استعداد أعمل قد اللي عملته معاك مليون مرة عشان أنت تستاهل، بس دلوقتي أنا بقول لك أنا بحبك، بحبك أكتر من كريمة كمان، أكتر من نفسي. وحياة نومتك دي ورقدتك دي يا عبد الله هسيبها لك ولا هسيب دورك، عشان أنا بحبك. سامعني يا عبد الله، أنا بحبك، أنا بحبك، أنا بحبك، أنا بحبك، أنا بحبك، أنا بحبك يا عبد الله، أنا بحبك، أنا بحبك يا حبيب عمري، يا نور عيني، يا قلبي، يا قلبي. قال لي لا يا مروان، انا عارف ان الصدمه كبيره، شد حيلك وان شاء الله كل حاجه تتحل. انا عايزك بس ما تعملش اي حاجه عشان ما يحصلش مشاكل، شد حيلك. ابوك فين؟ جاي في السكه. أنسة زينب، ممكن أتكلم معاكي شوية؟ أنا عارف الظروف اللي أنتوا فيها صعبة، بس في شوية حاجات لازم تتعمل. فاهمة طبعا. ممكن أعرف المدافن بتاعتكم فين؟ معرفش. أكيد في البلد. طيب أنا محتاج أعرف أكلم مين عشان يبقى مستعد لما نخرج. أنا كلمتهم في البلد وأبويا زمانه جاي. أقول له ما يتعبش نفسه، متشكرين. بس ممكن، مش عايزة ولا واحدة تعيط، مش عايزة واحدة فيكوا تصوت، بس قلت مش عايزة عياط، مش عايزة اسمع صوت حد. بس حبيبتي أقول القرآن بس
بس يا بتاع خلاص كل في إجراءات دلوقتي. بعد إذنك بقى كفاية لحد كده. هلب ده عم كز هلب. لو مش هكون معاك دلوقتي هكون معاك أمتي. آه ده عشان إحنا بنات مش كده؟ لا مش وقت الكلام ده. آه أنا فهمت، علشان أنت من جواك لازم يحس إن أنت راجل، لازم تحس إن أنت عملت كل حاجة، عملت الواجب وإن مفيش أي حاجة فاتتك. أنا عارفة، أنا أقدر كل ده. أرجوك بقى عشان خاطري دي فلوسك وحقك. مروان احنا فلسنا بس مش للدرجة دي. بعد إذنك أنا هدفع كل حاجة. محدش هيدفع حاجة من شيء ودي فلوسك. ما علشان كده لحد كل حاجة ما تبقى رسمي مفيش حد هيحط إيده في جيبه ويطلع مليم واحد. في 60 داهية. ليه؟ عشان بقول لك اني عايزك انت مش اخوك. انت عارفه لو حد سمع الكلام ده هيحصل ايه؟ ده هيبقى فيها موت. وانت لو قلت انك عايزني انا هتصرف، هخلي ابويا يفسخ الخطوبه وانا هستناك سنه اتنين عشرة، عبد الحكيم يتجوز وانا استناك العمر كله. انا مستحيل اجبري اكسر قلب اخويا مهما حصل. انت مجنونه ومش عايزك تفكر انك تكلميني تاني. لا لساني يجهل لسانك ولا اشوفك. اعتبريني موت يا جبريل. وبعدين انت لازم تفهم اني بحب كريم ومش هسيبها. لا ما بتحبهاش، ما تقولش كده. كريمه مين دي؟ يعني انا ولا كريمه بنت الكلاف يا عبد الله؟ أدك عشت مع كريمة، جابت لك إيه؟ جابت لك بنات، لكن أنا جبت الواد. أنت عشت مع كريمة لحد ما عمرك اتجصف، وأنا عمرت وعششت. وعبد الحكيم ها ملك كبير الناحية، محدش يقدر يرفع عينه فيه. كل ده عشان جبرية معاه. وفي الآخر كريمة موتتك يا عبد الله. أنت اللي اخترت، رحت للبومة غراب البين اللي نحستك، جابت لك الهم والغم والفلس. بالسلامة يا عبد الله.
انا رايحه بيت عبد الحكيم. انا كنت حالفه ما اخشش البيت ده تاني، بس مش هينفع اسيبهم في الظروف اللي زي دي. بنت اصول يا ناديه، هو ده الواجب. السلام عليكم. مع السلامه يا بنت. مالك يا حاج عبد السلام؟ مفيش، روح انت هناك خليكي معاهم، يمكن يكونوا محتاجينك في حاجه ولا حاجه. وحد الله، انا عارفه انك كنت بتحبه وانه غالي عندك قوي. قضاء ربنا، هنعترض عليه ولا ايه يعني؟ الحمد لله على كل شيء. الحمد لله، الله يرحمه. لا انا مش هسيبك كده، انا هروح له من الصبح. صباح رباح. براحتك يا ندى، براحتك يا بنت. شوفي مين يا ندى. حاضر. اهلا يا فتحي، اتفضل. يا الحاج موجود؟ اه موجود، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا فتحي. اهلا. انا اسف والله اني جاي في وقت متاخر زي ده، بس كنت عايزك بس تدليني على مكان المدافن بتاعتهم. انت عارف ان انا مش من البلد وما اعرفش احد، ولازم اروح الصبح بدري. مروان منبه عليا لازم اروح الصبح بدري افتح المدفن واظبطه، وانت فاهم. حاضر، بس المهم المفتاح فين؟ مفتاح مع حاجه جبريه. مع الحاج جبريه. طيب خلاص، روح انت وانا من الصبح بدري هاجي. بس ماشي، يلا مع الف سلامه يا فتحي. سلام عليكم. وصلني يا نادي. سلامه يا ابني. مع السلامه. عملت اللي قلت لك عليه؟ بالحرف يا ستي جبري. البقاء لله يا ام، البقاء لله. روحي مع مفيده حضروا الوكل على ما الرجاله ترجع. حاضر. الله يرحمك يا عبد الله. السلام عليكم. بقاء لله يا ستي جبريه. امري لله. فتحي كان قال ان مفتاح الطرب معاك. معايا صح. بقاء لله يا ست فوزيه. مفتاح يا ولدي. ماشي يا فتحي. هم يا فتحي معاي. نادى المنادي وكحرة النبو، راح اللي كان ضله مالي علينا بيوم. نادى المنادي وكحرة النبو، راح اللي كان ضله مالي علينا بيوم. ياللي التلاتي وبلوتك طالة، انت بتلاتي حبيبي يا عبد الله.
حطيت على القلب يدي وانا بداوي جروحي، اتعرف يوم وداعك ودعت قلبي وروحي، من غيبتك يا اخويا قلبي عليك داعي، غيبتك يا اخويا وسط الرجال داعي، يا عود زين وتنسى ميل ومال عالارض، عشية كان وسطنا والليلة تحت الأرض، من غيبتك يا شقيقي قلبي عليك داي، أخويا يا شقيقي بين الرجال غاي، قلبي معك. تسلمي، كفاية انك قاستيش تكلميني. انسى انسى كيف؟ في حد ينسى روحه؟ تعرف انا كان نفسي في ايه؟ كان نفسي اخدك في حضني واقول لك اوعى تزعل، اوعى إن أنا بعيد عنك، أنا اللي صعبان علي، إن أنا متجنبك وكتفي في كتفك وسندك. شكرا. تعرف أنا هاين علي إن أنا أجيلك، ولو إني عارفة متأكدة أنت مش عايز ده، أنا كان جيت ولا همني ودخلت البيت وطلعت فوق على طول عليك وأقول لك تعال احكي اتكلم، انا كل اللي تعبني انك تكون زعلان ومتضايق وانا متجارك. صح يعني انا قلت انك نايم من التعب ولا حاجه؟ هو في حد هيجيله نوم في الظروف دي؟ زعلان اياك. بقول لك ايه، مش واجب برضو ابوك الحاج يروح يجيب عمتي وبناتها يباتوا هنا؟ دخلك ايه انت؟ يباتوا عند ابوك، يباتوا هنا، هم حرين يباتوا في المطرح اللي هم عايزينه. يعني بيت العيله بيت الله يرحمه ويحسن اليه ولا يروحوا؟ كلمه تانيه وهسيب لك البيت. وانا عملت ايه؟ انا بس بنبهك بدل ما اهل البلد ياكلوا وشك انت وابوك. شايفة اللي أنا فيه؟ شايفة؟ قولي كلمة عدلة للي فيه يهد جبالي. يا نادية
هو انا قلت ايه يعني يا مروان؟ وبعدين بقول لك ايه، امك تصرفاتها بجد كتير قوي عليا الصراحه، يعني انا راجعه هنا بخاطري عشان الظرف اللي انتوا فيه، وهي تعمل معايا العمايل دي؟ دي خلتني واقفه في استنى هنا مش بكلمك. لو خرجت مش هترجع تاني ومالكش حاجة عندنا. ايه الكلام ده عم حكيم؟ ده كلام ابوك. كلمه انت يا اخي، قول له ان الكلام ده مش صح، ولا انت شايف ان الكلام ده جاي على هواك؟ هو اللي اختار، هو اللي اختار. وانا كنت اعمل ايه؟ اكسر كلام ابوي عشان يعمل معاي زي ما عمل معاه؟ هو اللي اختار طريقه، أنا ليش دخل؟ أنا كل اللي عملته اللي نفذت وصية أبوي. إيه يا عبد الحكيم؟ سايب العزا وقاعد لوحدك ليه؟ سيبيني في اللي أنا فيها فوزية. لا مش هسيبك. هسيبك كيف وأنت في الحالة دي؟ ده إحنا ما بقلناش غيرك دلوك. قول لي يا أخوي، ايه اللي في راسك؟ فوزية، هو انا ظلمت عبد الله؟ ظلمته؟ ظلمته كيف؟ هو انت كان في يدك حاجة؟ هو في حد فينا كان يقدر يوقف قدام ابوك ولا يقول له كلمة ولا يقول له حتى تلت التلاتة كام؟ وبعدين عبد الله هو اللي اختار، ودي الزمن اكد ها إن أبوك كان عنده حق وكان عارف كل واحد آخره فين. والبعيدة هي ما جاتش بيت جوزها تاخد العزا ويا الحريم، لا راحت قعدت في بيت أخوها. عايزة البلد تاكل وشنا، عايزة البلد تقول إن الزعل اللي بينك وبين عبد الله كانت هي السبب في موته. أنا طول الوقت اللي فات وأنا بقول لنفسي كده، بس في حاجات مش مريحاني بتخلي قلبي ينغص علي وعقلي يودي ويجيب. لكن ارجع اقول دي وصيه ابوك وصاك بيها، لكن مرضك اخوك وملكش غيره. عارفه وانا بدفي هادي عبد الحكيم في يوم من الايام هتبقى مكانه، ربنا هيحاسبني على اللي انا عملته واللي انت عملتيه. انا مالي يا اخوي؟ انا مش قصدي عبد الحكيم، بس انا يا اخويا ما بعرفش في الحاجات دي، ما فهمش فيها. الحاجات دي بتاعتك انت، وبعدين وصية أبوك سيف على رقبتك ولازم أن تعمل بيها لآخر العمر. أيوة أمال. إيه اللي جابك هنا؟ الله يخرب بيتك. مالك اتشقلبت كانها لدغتك عقرب؟ امشي حد يشوفك. انت بتخاف ولا ايه؟ خاف ده ايه؟ طب لعلمك بلد دي كلها ما فيهاش حد يهز حسن الا انا. جبت لك تاكل فته وحياتك عندي مخدومه خدمه الملوك. ولا كان فيه ميت. تقصد ايه؟ يعني لا شفتك زعلان ولا بتبكي ولا متأزم. لا زعلان والله، بس مش قوي يعني. ما انا في حياتي كلها يعني شفت عمي كم مره، يتعدوا على الصوابع. بيقولوا بناته حلوين قوي. جمرات. يا سلام. مش انت اللي بتسألي؟
حسن، كنت عايز اكلمك في حاجه كده. بقول لك ايه، انا لا فايق اسمع ولا افكر في اي حاجه. اقول لك اجلي كل الكلام لحد ما نخلص من اللي احنا فيه ده. حلوه الفته. عبد الحكيم لو عاتبني هيبقى عنده حق، ولما طردك من البيت عندي كان عنده حق برضه. تاني يا كريم، ما قلت لك الحكايه دي بيناتنا احنا الاثنين، انا وهو اصحاب من زمان، واللي انا اقبله منه اكبر بكتير من اللي يجي ببالك يا كريم. عشان كده يا اخويا هو راكب ومدلدل رجليه. ايه الكلام المصخ ده؟ راكب ايه ومدلدل ايه؟ انا بكلمك في ايه وانت بتقولي ايه؟ بقول لك ايه؟ هات من الاخر وشوف عايز تقول ايه. من الاخر لو حتباتي هنا ليلتين ثلاثه يبقى اتباتيهم في داره، دار جوزك ودارك، الاصول بتقول كده. اه والاصول دي بقى يا اخويا ليه عبد الحكيم ما يعرفهاش ويهز طوله ويجي يقول لي عيب يا كريمه تقعدي في بيت اخوكي، تعالي اقعدي في بيتك وبيت جوزك وهاتي البنات، ولا انا بس اللي بفهم في الاصول؟ خليك انت الاحسن يا كريم. انت عارف ان انا الاحسن، بس قول لي كده انا اكلت ايه عشان اشرب عليه من ميته؟ انت راسك ناشفه قوي كده ليه يا كريم؟ انا راسي ناشفه؟ بالعكس، انا اللي يفتح لي باب افتح له عشرة، بس اللي يرشيني بالميه ارش انا بالنار. بالنار؟ ايه الكلام الوعر ده؟ انت ناويه على ايه؟ انا مش مستريح لكلامك دي خالص. انا مش ناويه على حاجه وحشه، وما فيش في نيتي غير كل خير، بس يعدي يومين ثلاثه كده والعزا يخلص. عايزك تروح لعبد الحكيم وتقول له يا ريت تدي الكريمه وبنات اخوك ورثهم شرع ربنا. ما بتردش عليا يعني؟ اه هتقول لي يا كريمه ماليش دعوه وخرجيني انا من المشاكل دي، انا دماغي بتوجعني. الله في سماه، لو قلت حرف واحد من اللي انا قلته ده لكن واخدة بناتي وخارجة من بيتك ويحرم عليا ما اخشهوش تاني. قلت ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ حقك يا كريم حقك، بس مش وقته يعني. لا ده وقته نص وثلاث ارباع. انت مش عارف حاجة، البنك بيحجز على الفيلا وانا معيش جنيه في جيبي، نعمل ايه انا والبنات؟ نلف نشحت في الشارع ولا ندور ونمد ايدينا للي يسوى اللي ما يسواش؟ وانا ليا ملايين الملايين، شرع ربنا ده ولا مش شرعه؟ حقي ولا مش حقي؟ وانت راجلي ولا مش راجلي؟